بلشنا بالصيف وبالموضه بالاكسسوار والوان الثياب هيك الجريئه الحلوه. اليوم الصبايا كل حدا له ذوق خاص بالاكسسوار. انت بتحبي شيء يمكن الناعم كثير صح؟ صح قولي رجاء. اقصد مش عارف شو نقي لك يا فرح. كلهم حلوين. اكيد اليوم هيك بفقرتنا حبينا نضوي اكثر على صيف 2022، شو اهم الموديلات والالوان، واللي اكيد حتخبرنا عنها اكثر ضيفتنا لليوم مصممه الاعمال اليدويه سميه مارديني. صباح الخير. صباح النور، كيفكم؟ صباح الخير صباح سميه، اهلا وسهلا فيكي. مثل ما قالت رشا بلشنا بالصيف، خبرينا اليوم شو الموضه اذا بدنا نقول لهذا الصيف. تمام، هلا الموضه هذا الصيف حتى نحن لقيناها، يعني لمسنا هي القصه مثلا بالوان الثياب بالاظافر بهي القصص كلياتها، الالوان يعني الوان جريئه. تمام، صار عندنا صيف ملون جدا، يعني خلينا نتفق على نقطه، يعني بلش الصيف. الاسبوع الجاي. هيك بيقولوا. يعني هلا عندنا كثير الوان بالصيف، الالوان مثل هيك هذا الستاند شايفه كيف هالالوان كلياتها، هذا الوان الصيف، اورانج اصفر اخضر غير الورود سميه. تمام، الورود القحواني وردة بيقولوا لها البابونج او هالقصص هي كلياتها كثير موضه، والفراشه العين الزرقاء ما زالت. هلا العين الزرقاء ما بتبطل موضتها يعني، ولا الصدفه، يعني هدول شغلات ما عم تبطل موضتهم. تمام، بالعاده سميه بتروح للنمر، اليوم فاقدينه. فاقدينه اليوم بالموديلات معنا حاجه، يعني نمر. عم نغير شوي هلا. الصيف صار هلا، شوفي حتى في النجمه الملونه من بيناتهم، هلا هدول كثير موضه حاليا. الملون اصفر اذا فينا ناخذ لقطه. تمام، حتى هلا هاي الموضه نفسها خلخال، نفسها سواره. يعني شيء بيشبهها، يعني مثلا اخف شوي طوق، اخف شوي حلق. اليوم موضه الخيطان، في ناس بتقلك انا ما بحب انه البس شيء خيط، بتحسي انه بخفف من تقل القطعه. تمام، ولكن بالنهايه هي اذواق. اليوم شو اعتمدتي سميه بهذا الامبلاج انه على طريق الخيطان بحبوها لانه هي بتتصغر على قد الايد قد ما بدك، يعني صح. بتنشد، يعني ما في داعي انا مثلا اتعذب انه بدي صغر فيها او اذا اخذتها اكبر. وبنفس الوقت هلا هي القطع ليش عم يحبوها؟ لانه انت عم تاخذي قطعه يعني ما لها معدن ليروح لونها. عرفتي كيف؟ هلا لحتى نتجاوز قصه انه هن ما بيحبوا الخيطان، صرنا نعمل اللي كلها مطاط او اللي كلياتها خيط مشغول بالسناره كامل مثل الستاند الثاني. تمام، ايوه هدول. هلا هدول ما فيهم كثير خيطان، يعني اخف خيطانهم. هلا بترجع يمكن للذوق، بتقدري انت تنسقي القطعه مثل ما بتقلك الزبونه، اوقات ما بحب خيطان فما بنعملها مطاط. تعمليها مطاط. تمام، هي الاحسن. تمام، هلا ليش عم يحبوها؟ لانه ما بتروح لونها، هي قطعه بتقعد وقت طويل يعني لحتى تنتزع. هون الخوف سميه دائما انه تروح لون القطعه. هلا في شغلات ما بيروح لونها مثل يلي معاها، هلا هدول خلاخل، هدول من الانواع اللي ما بتروح لونها. هلا عندي الشيء الاخف شوي اللي هو هاد، هاي يعني بدها وقت شوي لحتى يروح لونها. شو نوعه اليوم سميه؟ هلا هذا اكسسوار عادي، هداك معدنه برازيلي، يعني برازيلي نحن بنقول على السنسال البرازيلي، بيجي شوي نوعيته بتحافظ على الالوان اكثر. هذا الاكسسوار يعني لحتى تضلي محافظه يمكن على رتم معين بشغلك، لحتى تحافظي يمكن على نجاحك واستمراريتك، شو كيف تحاولي تجددي ان كان بالالوان وان كان بالمواد؟ كيف تحاولي انت دائما تشدي الناس انه هي دائما تشتري من سميه او تلجا لسميه بالاكسسوار؟ هلا انا كثير صريحه وقت ببيع، يعني بتجي لعندي زبونه بتقلي مثلا بدي القطعه ما يروح لونها، او بدي هي القطعه، بقول لها لا هلا شوفي بدك قطعه ما يروح لونها لا تاخذي هي، لانه هي بيروح لونها، عندك هي ما بيروح لونها بس اغلى، يعني عرفتي كيف؟ الزبون هو يلي بقرر بهي الحالة، يعني أنا عندي مهمة إني أنا أقول له إنه أنت عندك هاي القطعة غالية بس مثلا ما بيروح لونها، عندك هاي القطعة وسط، عندك هاي القطعة الخفيفة جدا. هلا هيك الزبون إنك أنت عم تنصحي، يعني بيقدر يرجع لعندك المرة يلي بعد منها ويقول لك إنه فعلا أنا لما نصحتيني استفدت يعني. ثاني شيء هلا انا دائما عندي قطع رخيصه للناس يلي ما قدرت تشتري قطع غاليه. تمام تماما، وبقول انه تنصحيهم بطريقه معينه للحفاظ على الاكسسوار. ايه هلا كمعدن مثل هذا
نحن ما فينا نحافظ عليه إلا إذا بطلنا نقرب عليه بارفان أو كحول. تمام؟ يعني كسنسال نحن عم نحكي. بس إذا أخذنا قطعة مثلا مثل هدول يعني صب كلياتها فينا ندهنها مناكير شفاف، مناكير بس مو مقوي، يعني المقوي بروح اللون، المناكير شفاف بهاي الحالة محافظ على لونها أو بخالكال. مناكير شفاف مو المقوي؟ لا مو المقوي، المقوي المقوي الشفاف، المقوي الشفاف بيروح الالوان. انا دقيقه عم بدها هلا انت بدك تجيبي المناكير الشفاف اللي يلي هو مناكير شفاف بس، يعني احنا بنعرفه انه هذا مقوي للاضافر، احنا بنقدر نستخدمه بالاكسسوار بيروح الالوان. اليوم عم شوف تشكيله هيك حلوه، اليوم سميه رايحه للالوان الذهبي اكثر. اجينا رشاف هذا الستاند، اه تنقي فرح عشان انا عم شوف شيء كبير من الاكسسوارات وعلى الصيف حلوه معي. تمام، شيء ضخم بالايد يعني. تمام. هلا هي موضه كثير، يعني الشغلات اللي بتجي بالايد ملايه الايد من الا غجري احيانا هيك. ايوه تمام، شيء غجري. هلا مثل انا ما بتلبق لي هي الموديلات لانه ايدي كثير نحاف، بس بدها هي ايد شوي مليانه بتلبق لها اكثر، يعني بترجع لموديل الايد. حتى اليوم الاكسسوار بحاجه لكمان انه الايدين تلبق طبعا بالنهايه، صح؟ طبعا، يعني انت بدك تشوفي شو الشيء اللي بيلبق لك، بدك تقيسي اكثر من قطعه، بدك تجربي اكثر من موديل لحتى توصلي للقطعه يلي هي لابقه لايدك. يعني جربوا فرح اليوم. هلا اذا زبونه قالت لك انه انا مثلا او صبيه قالت لك انه انا حبيت هاي القطعه، بتقولي لها انه ايدك رفيعه ما حلوه ولا بتتركي اياها؟ فكرت بدك تقولي لها لا تقولي لها مقدمه. هلا انا ما بقول لها بهي الطريقه، بس بقول لها اذا جربتي قطعه ثانيه ممكن تطلع على ايدك احلى. تمام. فانا احذري شو، انا البنات بيوقفوا عندي بيقيسوا 10 اساور على فكره. تمام، يعني انا هلا تمام يعني ايوه تماما. يعني انا بقيسها، بتقلي مثلا بكون معاهم امهاتهم بيقولوا لي ما مليتي، بقول لهم طب معلش خليها تجرب، يعني هي بدها توصل بالنتيجه لاسواره تلبق على ايدها. فبتقيس 10 اساور لتبين مع الاسواره يلي هي لابقه على ايدها. سميه، كيف تنقي بين هي اللمعه وهي اللمعه؟ شو هي المواد اللي بتختاريها بين اللمعتين؟ هلا هون لهذا الذهبي هاد مطفي مطفي مت. تمام، هنيك بنحط له مواد لحتى تصير بتلمع، هذا لا هذا الفرق بيناتهم. اين وجودته اكثر؟ يمكن المات او لا؟ لا نفس الشيء. هلا اليوم كرمال نوه، اليوم كل شيء معنا هو صناعه يدويه. في اشياء صناعه يدويه، في اشياء لا، هلا ما لها صناعه يدويه. يعني هلا مثل هدول هذا صب، هذا انا ما فيني اشتغله الا اذا كانت عندي مكنات. تمام، قوالب. ايه بس فيني اتحكم بالموديل، يعني انا فيني اروح لعندي اللي عم يصنعه مثلا واقول له انه انا بدي اقلب هي الشغله من هون لهون، عرفتي كيف؟ او بدي احط مثلا حجره بالنص او هيك قصص يعني. تمام، تغيري. طيب سمية، خلينا نروح هيك شوي للافكار الجديده لهذا الصيف. اليوم شو في افكار جديده؟ شو حابه تطبقي اليوم للصبايا؟ هلا انا اكثر شيء جديد طبقته يلي هو الاساور خيطان الخيط الخش. يعني هلا الخيش احلى من المخيط. تمام، انا كثير حاببته، والبنات لما عم يجوا لعندي كثير عم يحبوه، لونه كثير لطيف يعني. تمام، وخاصه البنات اللي عم يتحسسوا من المعادن، يعني ولقوا هذا الشيء انه هو خاصه انه هو هذا الخيط طبيعي، يعني عرفت كيف؟ يمكن بيناسب عمر معين كمان، بتحسي ما بيناسب على فكره، عم يلبسوه الكل. ايه بس تحسيكي البنات هيك اول. تمام، بس عم يلبسوه الكل. هلا انت بس تجربيه بتحبيه بالايد، خاصه اذا لوننا كثير. ايوه تماما، يعني شوفي حتى هو كثير ملون، يعني حطيت الورد، حطيت الحجرات، يعني هذا لاكبر شوي من العمر، الفراشه لاصغر عمر شوي، لكي هي لاصغر. الازرق مثلا مثل هذا الاكبر شوي، يعني عرفتي؟ يعني صار في صار في اكثر من عمر، وهي جديد شاغلتهم يلي هن اكثر من دوره. يعني كنت اشغله اول ما اشتغلت هداك اللي دور واحد، هلا اشتغلت يلي ثلاث ادوار. هلا يمكن ساده هيك عاطي جماليه اكثر، شو رايك؟ كلهم حلوين. كلهم حلوين. هلا شوفي الورده شو حلوه، الورده كثير حلوه على فكره، بما انه موضه الورد كثير هي السنه، فالورده كثير حلوه. قد ايه بياخذ وقت شغل هذا السواره مثلا سمية اليوم منك؟ هلا مثل شغل هي بتاخذ وقت، لانه هي فيها التداخل بالورده، يعني في بدي فوت الورده من جهتين، عرفتي كيف؟ هلا هي بتاخذ وقت منيح. مثل هذا الموديل بياخذ وقت اخف شوي لانه هو بس تطبيق الحجر.
طيب سمية اذا كان في قطع قديمه مثلا مشغوله بنفس الجوده بس مثل ما عم نقول راحت موضتها وحبت الصبيه انه هي تجدد فيها لهي القطعه ولجأت لك قالت لك انه انا بديها مثلا بهذا الموديل او هذا الشكل بتقدري تعملي لها اعاده تدوير الاشياء تمام وتاخذ القطعه على ذوقها؟ هلا كثير بنعمل اعاده تدوير لقطع بس بقى ما فينا انه نحن كثير نتحكم انه انا بدي اياها مثلا بدي هيك يعني عرفتي كيف؟ لانه هي مشغوله اصلا من الاساس من قبل فانا بدي ارجع عيد عليها شغل من اول وجديد فعندي هيك مجال محدد فيها يعني لحتى غير بموديلها بس ايه ترجع بتتجدد وكثير عملناها هي القصه انه انا اسواره حاببتها او موديل حاببته برجع بعيده من اول وجديد وبينشغل هلا في كثير احيان مثلا الحلق بيروح الحلق الثاني بنشتغله طوق بنصير هاي كثير بتصير تمام ايه يعني بنرجع بدل ما يعني بتحبه مثلا هي ايه خلص بنشتغله بنساويه طوق يعني الحلق اللي بقي بنعمله طوق طيب هي القصة سهلة حكينا هيك اخذنا مساحة منيحة على البلاكات وهيك قصص خلينا نروح لموضوع الحلق اليوم هلا هذا الموديل ما بيبطل ما بيبطل ابدا ايه بس اليوم انت مدخلي شيء مدخله اللولو تماما كمان اللولو ما بتبطل يعني كمان اللولو ما بيبطل وهلا كثير موضه الحلق المدور يعني رجعت درجه موضه الحلق المدور باشكال كثير بس هلا شلون يعني انا شلون بدي جدد هلا البنت اول ما درجت موضه الحلق المدور اشترت حلق مدور طب هلا شو بدها تشتري أمنا فوتنا حلق مدور إلو لولو مربع حلق مدور إلو لولو مثلا عرفتي كيف يعني صار لازم دائما فوتي حتى بالموضة هيك شغلة جديدة يعني لحتى ما تبقي عم تكرري حالك كتير موضة الأشكال الهندسية بالحلق الحلق المدور حلق مثلث يعني هاي الموضة كتير عم نشوفهم كتير عم نشوف الصبايا كتير عم تروح على هاي القصة كتير موضة أشكال هندسية موضة الحلق يلي طويل او حلقين مثل يلي معك هلا هيك مع بعض الحلقه الطويله مين بيلبق اليوم بنشوف حدا ما بيلبق طويله لا ابدا ابدا يعني لازم بالعكس تتجنب هي القصه نهائيا يعني الحلقه الطويله للبنت اللي لها رقبه يعني رقبتها طويله او معقوله يعني عرفتي كيف فيها تلبس حلق طويل هلا البنت اللي رقبتها قصيره ابدا ما فيها تلبس حلق طويل هلا بيزعلوا منك الصبايا لا ما في زعل حدا فينا نعطيهم موضه ثانيه يعني أكيد مشكله طيب اذا بدنا نقول عن هي القطع يلي مثل ما قلنا بعض بدنا هاند ميد المعروف انه هي اسعارها عم بتكون عفوا اغلى من القطع الجاهزه قد ايه بتراعي يمكن الاسعار اليوم سميه لحتى تلاقي رواج هي القطع وبنفس الوقت كثير من الصبايا بيستحلوا بعض القطع بس ما في امكانيه ماديه تمام مو كل شيء هاند ميد غالي هلا هي شوي مظلومين فيها يعني في شغلات هاند ميد لا بالعكس يعني احيانا انا لما بستغلي القطع من السوق اذا بدي اجيبها جاهزه بروح بشتغلها هاند ميد عرفتي كيف بالعكس في قطع لما بشتغلها هاند ميد عم تكلفني اقل حسب بس هي بترجع حسب من نفس الحكي اللي كنا عم نحكيه يعني حسب انه انا من وين بدي اشتري غراضي هلا انا كثير بيبقى عندي القطع الهاند ميد الرخيصه اذا كنت عاملت لها اعاده تدوير يعني قطع قديمه وراجع عامله تجديد عليها بيع ارخص عرفتي كيف يعني هاي بتمشي يعني ارخص في القطع غاليه خلص هاي مواد الاوليه غاليه انا ما فيني اتحكم فيها يعني هاي مو بايدي بذوق الصبايا اليوم وين بتشوفي مجدود اكثر يعني يمكن يلفتوا نظرك على بعض الامور الصبايا اللي انت عم تلحقي مثلا الموضه والدارج بيجوا مثلا صبايا بيقولوا لك نحن بنحب مثلا نحافظ على هذا اللون على هذا الموديل القطعه الناعمه مثلا نحن ما نغير فيه او نشكل بالقطعه الناعمه بصير معك هيك شيء ممكن الصبايا هن يلفتوا نظرك ايه طبعا يعني هلا في كثير احيان هلا انا الاطواقيه اللي 3 ادوار او 4 ادوار انا ما كثير كنت حاببتها بصراحه يعني انا يعني حسيتها كثير معجوقه لما اجوا الصبايا صاروا يطلبوها كثير صرت اقول طب خلص انه انا مالي حابتها بس لازم اشتغلها طبعا. يعني هنا حابينها خلص يعني اوكي لازم اشتغلها يعني خلص يعني بتوصلي لمرحله انه الزبون بيحدد لك احيانا الشيء اللي انت لازم تشتغلي وبيعطي فكره اليوم فكرة جديده سمية اليوم شغلات كثير حلوين ما فينا نلبسهم كلهم بعد الهواء ان شاء الله هذا المشروع يكون ناجح لك ولكل صبي اليوم حابه انها تبلش مشروعها فممكن يكون هيك مردود حلو لها شكرا كثير لحضورك معنا ولهالذوق الحلو شكرا لكم وان شاء الله هيك على طول صباحكم غير شكرا لك سمية وموفقه يا رب